ديالي اش اخباركم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. بديت لكم لا فيديو، يلا عاد راني راجعه من شي سخره. المهم كنت في السونتر، من بعد مشيت تسخرت السوبر مارشي، خديت شي حاجات كانوا ناقصيني، ودابا راني راجعه للدار. المهم راني حدا الدار، قلت ندير لكم لا فيديو بعدا من هنايا. عرفتي يا البنات، دابا كيف ما عارفين راه العواشر والعيد ان شاء الله باذن الله. انا مازال ما وجدت حتى شي حاجه والو. قلت ان شاء الله غادي ندير هذا النهار حليوات وغادي نشارككم معكم. بالنسبه للحلوه هذا النهار اللي غادي نديرها، غادي ندير الحلوه ديال اللوز، حيت ديجا انا اللوز راني شريته ونقيته وزودت له الجلفه ديالو والقشره ديالو داكشي وطحنته وخليته هكذا عندي، حيت ملي كديري له هاد الطريقه هذه، هاد الطريقه هاد الخطوه ملي كديري هاد الخطوه هي الاولى، صافي كيجيك ساهل داكشي اللي غادي ديريه من بعد، كيجيك ساهل ما كيجيكش واعر، ما كتعكزيش. بغيت نقول لكم ملي كيكون باقي هكاك اللي كتبقاي هزالو الدبيله، احق خاصني عاد نقيه، عاد خاصني نطحنو، عاد خاصني هذا، ولكن بما انه كيكون مطحون ومحطوط عندك كيجيك ساهل انك توجديه. وسورتو غندير معكم البنات واحد الحليوات اللي فنين صراحه، زوينين ديال اللوز، وكيداروا في الفران ولكن بدون عجين، يعني ما فيهمش تماره بزاف، وشي حاجه بريستيج وزويونه وديال التحميره ديال الوجه وبزاف الحاجات. دونك غادي نوجدوهم ان شاء الله مع بعضياتنا. واكيد اذا كنتي اول مره كتشوفي القناه ما ترضيش انك تشتركي. شكرا بزاف البنات المتتبعات ديالي، لالا خطيكم، شكرا بزاف لدعمكم، واكيد ما تنساونيش بواحد اللايك دابا ديريها قبل ما تنساي. وغادي نمشيو ان شاء الله باذن الله ندخلو نصوبو الحلوه د العيد ان شاء الله. يلا زين كتطلع ليا. ها نتوما البنات مشيت شريت غير قزبر ومعدنوس قزبر ومعدنوس والحليب صافي. احبيبه لا لا لا، الارض فازقه الشتا، هاد النهار شتي وما شاء الله. يلا خليكم معايا. دونك البنات غادي نبداو ان شاء الله باذن الله. المهم هنايا البنات عندنا اللوز، انا هنايا درت غير كيلو لارب ديال اللوز هو اللي درته. دونك درت واحد هكذا باش نطلق ويطلق اليديمه ديالو وداكشي، درت واحد الرشيشه ديال المزهر باش يجيني منكه بالمزهر، ودرت واحد القبيصه ديال المسكه الحره مدقوقه، ودرت شويه ديال الزبيده اللي كتكون هكذا مذوبه، كندير هكذا واحد شويه، وكنبقى كندلكو بيديداتي حتى كيطلق راسو ويطلق لي ديما ديالو وكيتجمع لنا بحال هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. صافي بالنسبه انا هاد الكميه هذه اللي عندي غادي نحاول انني نقسمها على 6 باش ندير 6 ديال الشكيلات، وانتم غتشوفوهم معايا ان شاء الله باذن الله. ما تعكزوش شي حاجه اللي هي سهله وشي حاجه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. دونك كيف ما كتشوفوا ما كياخدش بزاف ديال الوقت في الخدمه، وما فيش بزاف ديال التماره، ماشي كي بحال هاد العجينه ونقش ودير وفعل وترك، هادو كيجيو ساهلين. دونك هنايا من بعد ما قسمت على 6 ديال الكويورات هكذا بديت كنخرج من كل وحده شكيل. صافي هنايا كيف ما شفتوا كنخرج من كل كويوره كبيره كويورات صغارين كيف ما شفتوهم معايا، داك التقدة اللي غادي ندير. صافي حتى غادي نكملهم كاملين، ومن بعد غادي نشكل منهم الشكيلات اللي انا بغيت. بالنسبه للشكيل الاولاني اللي راني درت غادي نشاركوا معكم دابا، غادي ناخذ شويه ديال الزنجلال الابيض. دونك انتم ممكن انكم ديروا اي حاجه اي شكل طاح لكم على راسكم ممكن انكم ديروه، انا مهم تشاركت معكم غير شكيلات اللي درت باش يكون عندكم هكا لذيذه في بالكم، واللي باغا مازال تزيد تبدع الله يعاونها. المهم انا غير كنتقاسم معكم شنو درت وصافي. دونك هنايا هادو كيف ما شفتو كناخذوهم، كناخذو شويه ديال الزنجلان وكنبقاو كنفندوهم فيهم باش يتلبسوا لنا مزيان كاملين بداك السمسم الابيض او الزنجلان الابيض. ومن بعد غادي نحطهم في هكذا في واحد اللاطة اللي غادي ندخلهم للفران، ولكن قبل فاكيد خديت واحد، بقيت كنقول باش غادي نثقبهم في الوسط باش في
بالتالي درت داك التحتاني ديال الناعوره كتكون هكذا شويه كيكون بحال عود ولكن هو غليظ باش كيعطيني نفس الثقبه فيهم كاملين. يعني تجيني قياس واحد ماشي وحده تجيني كبيره وحده صغيره الا جيت نبقى نحفر بيدي ولا شي حاجه داك الشيء علاش. المهم هانتوما غتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله. دونك بالنسبه الكويوره وحده اخرى كيف ما شفتوا كناخذها وكنحربل منها هكذا الحريبلات. دونك هذيك الكويوره خرجت لي جوج ديال الحريبلات بحال هذا الشكل اللي غادي تشوفوا. تا هما ما عنديش مشكل انهم يتقاسوا لي بالزنجله البيض لان تا هما غادي نفندهم في الزنجله البيض. وهذه غادي ندير بها هذيك الحلوه ديال الساقيه ومعروفه بزاف 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 ولكن كتجي شي حاجه اللي هي بريستيج وزوينه لا في المنظر ولا في الماكله ولا كلشي كتجي بنينه سورتو مع داك الناطه. المهم نتوما غتشوفوا معايا. دونك صافي هنايا من بعد ما كنحربلهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا صافي هنايا غادي ناخذ هذاك التحتاني كي قلت لكم ديال الناعوره وغادي نضغط كيف ما كتشوفوا. في نفس الوقت انا كنضغط وانا كندور في الجنب باش ما تشي لا تحلي لا حتى شي حاجه كتبقى كيف ما هي. لان ملي كتضغطوا اكيد بحال داك العجينه ديال اللوز كتبغي بحال الا تحلك ولا شي حاجه كتشقق. دونك من الاحسن انكم نتوما كتبركوا وفي نفس الوقت نتوما كدوروا. صافي هنايا انا لقيتها هكذا احسن على الطريقه اللي درتها. خديت شويه ديال الزنجلان كيف ما كتشوفوا وحاولت انني نضغط عليها بعدا بيدي وداك الساعات عاد نثقبها من الوسط وانا كندور فيها باش ما تشققليش من الجناب ما حتى شي حاجه. صافي كملتهم نفس الشكل كاملين. وبالنسبه لهذيك ديال الساقيه كيف ما كتشوفوا فاكيد كناخذوا هكذا واحد الموس المهم داك اللوراني ديال الموس وصافي وكنحاولوا اننا نديروا داك الحفره في الوسط كنديوها ليها كامله من الاول حتى التالي يعني الساقيه شي حاجه جاريه تما. صافي بالنسبه للفران ديجا البنات كيكون عندي سخون كندخل الطبيصل ديالي للفران ما كياخذوش بزاف ديال الوقت في الطياب. فهنايا البنات عاوتاني كيف ما كتشوفوا العجينه الثانيه حتى هي درت العجينه الثالثه خديتها درت كونت حتى هي منها واحد الكويورات ومن بعد خديت هكذا اللوز كونكاسي وبديت كنحاول انني نضغط عليه باش يتلبس لي في هذاك الكويوره ديال اللوز حتى ساليت عاوتاني الكميه ديالي كامله. المهم كيف ما قلتها لكم نعاود نقولها لكم راه الاشكال كامل تبارك الله كاين بزاف ديال الاشكال وانت ممكن انك تبدعي ديري اي حاجه بغيتي. المهم هادو كيبقاو فقط غير افكار وصافي انت ممكن انك ديري اي حاجه. دونك هنايا البنات عاوتاني خديت اللوز فيلي وبغيت هكذا لصقو ولكن صراحه عذبني داكشي علاش غادي تشوفوني خديت ابيض البيض اللي فنت فيه داك العجينه ديال اللوز او العقده ديال اللوز ومن بعد عاد قبضت هذاك اللوز ايفيلي وبديت عاوتاني كنمرمدو كنلبسو هكذا. صافي داك الساعات كنشد لي مزيان صافي منين نشد لي مزيان هكذا قديتها وداكشي وحطيتها عاوتاني على جنب لان كنت كندير جوج ديال الشكيلات في طبسيل واحد وكندخلهم للفران. غنبقى غدا نفس الشكل حتى نساليهم كاملين يعني كلهم غادي نقادهم وداك الساعات غادي ندخلهم للفران باش عاوتاني حتى هما يطيبوا لي من الفوق. كنشعل عليهم كي كتكون العافيه من التحت حيت طيبتهم في الفران ديال الغاز وعافيه كتكون مهيله دخلتهم باش يطيبوا. اون فوا كتشوفيهم يلاه بداو كياخذوا واحد اللون ذهبي من التحت صافي كتزوليهم اما تخليهم بحال هكذاك يا اما الا بغيتي تزيدي عاوتاني تاخذي لهم واحد اللون ذهبي من الفوق كتولي ديري العافيه من الفوق باش هكذا يتحمروا واحد الشويه وصافي كيخرجوا يعني هما يلاه باش كيشدوا راسهم. حاجه واحده اخرى من بعد ما كنخرجوهم من الفران ماشي سير بلاص كنهزوهم كنخليهم يبردوا لان كتكون العقده مازال مرخيه مي كتبرد عاد كتجمع راسها واحد شويه. دونك صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ندخلوهم حتى هما كذلك الفران. نقول لكم المده القياسيه ديال الفران جهد ملي كندير الطبسيل الاولاني في الفران كنمشي باش كنصوب جوج شكالات واحد اخرين كيكون الفران صافي وجد لي يعني الطبسيل الاولاني كيكون وجد لي وبرد باش كنخويه وكنولي نعاود ندير فيه. يعني كنقول لكم القياس شحال ماشي زعما على على قله الطباسل مي كنقول لكم يعني على حساب الوقت ديال الفران شحال كيدي يعني ما كيديش بزاف. هنا غادي نكملوا عاوتاني الشكل هذا اللي غادي نديروه هنايا هذا الشكل هذا بقيت كنقول شنو غادي ندير به شنو غادي ندير به في التالي قلت علاش ما نديروش بحال الشكل ديال شي حاجه مفنده وفي البيض
ما تحتاجش على انني عاد من بعد في لافينيسيون نجلس عاد كنقادها وداك الشيء. من الاحسن ندير شي حاجه بحال هكا. المهم بالتالي قلت غادي ندير سكر كلاصي، وفي نفس الوقت هذاك السكر كلاصي من بعد ما غادي يخرج من الفران غادي يكون منظر ديالو زوين وداك الشيء. وجربت وحيده كيف ما شفتوا هذيك الاولى اللي كانت تما مصوبه، جربتها وقلت علاش لا ما ندير لهاش اللوز وحده واحد جوج حبات يكونوا كيف ما هما يعني بالجلفه ديالهم، وجوج ديال الحبات اللي يكونوا منقيين. يعني ديجا كانوا عندي يعني نقصتهم، علاش لا من حيت كنت خديت كيلو ديال اللوز ومن بعد زولت منه 4 كيلو تقريبا، حيت ما عرفتش صراحه لا ديكوراسيون كيفاش غادي تكون. المهم داكشي غير مع الافكار صافي. وهذاك الشيء اللي درت قبضته فنتو في سكر كلاصي، ومن بعد خديت جوج ديال اللوزات اللي باقيين هكذاك بالقشره ديالهم درتهم مقابلين مع بعضياتهم، عاوتاني جوج ديال اللوزات اللي كيكونوا مزوله لهم بالجلده ديالهم مقابلين مع بعضياتهم، وجا هذاك الشكل كي بحال هكاك. وفي نفس الوقت عاوتاني غادي ندوز باش نكمل اخر شكل كنظن. مهم ما بقيتش عاقله المهم كيف ما كتشوفوا معايا خديت عاوتاني داك الحربوله كنظن التاليه، حتى هي حربلتها قسمتها على جوج وحربلتها بحال هكذا، ودرتها بحال الشكل ديال المحنشه اللي هي روميه يعني مفنده في هذاك الزنجله الاحمر العادي كيف ما عارفين شحال هذه كانت هكا كدار داك المحنشه الروميه. من بعد ملي كتخرجيها كتخططيها ما بشكلات الكحل او شكلات البيض، المهم ما كتكونش هكذا بحال الشكل ديال الساقيه محلوله من الوسط. دونك انا قلت كنت غنديرها غير هكاك عاديه، وفي التالي قلت بالي لا ما نديرهاش عاديه، غادي هذاك نبدل ندير شي حاجه وحده اخرى. وداكشي اللي درت بدلت درت حاجه وحده اخرى ودرتها بحال الشكل ديال الساقيه، ولكي عمرتها عاوتاني بحاجه وحده اخرى. هانتوما البنات دابا على ما ساليتهم، دابا جيت باش نفينيهم. هنا عندنا الناطاج كيف ما كتشوفوا، هنا عندنا الكليكوز. دونك غادي ناخذ البنات واحد شويه ديال الناطاج وشويه ديال الكليكوز بحال هكذا. ماما تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الكليكوز ومعلقه صغيره ديال الناطاج بحال هكذا، وغادي نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم باش نلصقوا بهم الكريكيعات فوق من هاد الحليوه هادي، ماشي غير هاديك حتى الشيء الاخر. المهم انتما تشوفوا معايا حيت الا درتو لي الناطاج بوحديتو ما غاديش يعطي داك ما غاديش يلصق، يعطي غير اللمعه، وانا خاصي يلصق ويعطي اللمعه بجوج. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما كنخلط الخليط ديال الناباج والخليط ديال الكليكوز، لان الناباج كيعطينا اللمعه والكليكوز كيساعد على ان حتى هو كيعطي اللمعه، ولكن كيساعد على ان اي حاجه درتيها كتلصق من الفوق. دونك هادوك اللي شفتوهم كنت مفنداهم في اللوز اللي كيكون كونكاسي، فدهنتهم من الفوق، ومن بعد خديت نص ديال القرقاعه وحطيتها هكذا من الفوق باش يكون هكذا مزوق وعاطي واحد المنظر اللي هو مزيون بزاف. غادي نبقى غدا على نفس الطريقه حتى غنساليهم كاملين، ولكن من بعد ما غادي نساليهم غادي ناخذ الشيطه غادي ندير فيها فقط غير الناباج باش تعطيني واحد اللمعه فوق داك الكوزه. يعني غادي ناخذ الناباج وغادي ندهن به داك الكوزه من الفوق باش تعطي واحد اللمعه اللي هي زوينه، وهانتوما غتشوفوه معايا غادي يجي صراحه مزيون بزاف بزاف بزاف. صافي غنبقى هكذا نكمل، وهي هذيك عاوتاني غادي نمشي للشكل الاخر حتى هو، وحتى هو غادي نستعمل فيه ضروري من الناطاج باش هكا يعطيني واحد اللمعه اللي هي حتى هي زوينه. بالنسبه لهذا ما درتش فيه الكليكوز لان ما لصق عليه حتى شي حاجه، وانما اللوز ايفيلي يعني حتى هو باش يعطي واحد النظر اللي هي زوينه ضروري ما خاصك تدهنيه حتى هو بشويه ديال الناطاج باش كيبقى هكا لامع. اما الشكل اللي كتشوفوا حاليا فهاد الشكل هذا كندهنوه حتى هو بشويه ديال الناباج مخلط مع شويه ديال الكليكوز، تقريبا درت معلقه صغيره معلقه صغيره وخلطتهم مزيان حتى تخلط لي داك الكليكوز مع الناباج، وداك الساعات كندهن له الوجه ديالو كامل والجناب ديالو يعني كلهم دوزت عليهم، لان خديت
هذاك لي فروي كون في هذيك اللي كتكون هكذا وحده كبيره اللي فيهم كبارين ماشي هذوك المقطعين صغارين، وهكا غير في الحمامور وقطعتها على جوج، وكل وحده درت فيها نص حبه كيف ما كتشوفوا، وحتى هو جا صراحه مزيون. وهتشوفوا معايا في التستيفه عطى واحد النظره زوينه مبهجه للبلاطو كيف ما غتشوفوا معايا من بعد ان شاء الله باذن الله. اما بالنسبه للشكل الرابع غادي ناخذ البنات كيف ما كتشوفوا. هذه البنات كاين فيها اللوز كونكاسي، وفيها الناطه ديال بالنكهه ديال البيستاش. النكهه ديال البيستاش صراحه كتجي زوينه في الشكل ديال الساقيه، كتجي خطيره لا في البنه ولا في النظره ولا في كل شيء. ديجا هي كتكون فيها اللون يعني هاد الناطه، وكتكون فيها النكهه اللي زوينه، ماشي كي بحال داك النكهه العاديه اللي كنشريو ديال بيستاش وصافي، لا هاد الناطه بالاخص عندها نكهه خاصه. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا، من بعد ما خلطتهم مزيان مع بعضياتهم درت معاهم واحد المعلقه ديال الكليكوز اكيد، لان الكليكوز هو اللي كيخلي هاد الشيء يبقى شاد مع بعضياته. ومن بعد خديت هذيك اللي قلت لكم الحربوله ديال الساقيه وعمرتها مزيان كيف ما كتشوفوا، من بعد عاد غادي نقطعها. هنايا البنات خديت عاوتاني اللوز كونكاسي ودرت له معلقه ديال الناباج، ماشي ديال الكليكوز، ديال الناباج باش يعطيني واحد اللمعه، وخديت معلقه ديال نستلي اللي كيكون كاراميليزي، وخلطتهم مزيان مزيان مع بعضياتهم وعمرت بهم الشكل ديالي كيف ما كتشوفوا عاوتاني. صراحه هو كيجي خطير وكيجي زوين بزاف بزاف بزاف. وهكذا غادي نكون ساليت، وغادي نمشي باش نقطعهم على شكل معين كيف ما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو. وكيجي النكهه ديالو خطيره البنات، حتى هذا دابا انا راني كليت منه كلشي كندير لكم مونتاج حتى الليل. دونك هنا كيف ما كتشوفوا كنحاولوا انا باش ما نضيعوش هذا ديالنا كنقسموا غير داك الراس اللي غادي يزول. ومن بعد قديت انا جوج ديال الحرابله هكذا وقطعتهم باش يجوني كاملين تقريبا قياس واحد، وغادي اكيد نقادو في الكويرطات ما نخليهش هكذا، لان الصراحه الكويرطات كيجيبوا المنظر مزيون. صافي هنايا عاوتاني غادي نقطع داكشي كامل اللي خاصو يتقطع ديال الحراب الاخرين، وغادي نعمرهم هكذا في الكويرطات كيف ما كتشوفوا. اكيد مازال ما ساليتش، فغادي ندير هكذا واحد الوريقات ديال الورد اللي حتى هو كيعطيو نظره خاصه للحلوه الساقيه مع داك البيض والبيستاش وداك الموف. يا سلام ما نقولكمش. صافي هنايا غادي نكون ساليتهم وغادي نوريهم لكم كيجيو على هذا الشكل هذا، وبصحة وراحة. ها هما البنات من بعد ما ساليتهم كاملين ما شاء الله كيجيو فنين، كيجيو غزالين في النظرة، كتجي شي حاجة هكا بحال بريستيج، المهم شي حاجة زوينة، وعارفة راسك بأنك دايرة اللوز على مخو يعني على حقو طريق وما مخلط بحتى شي حاجة، وشي حاجة اللي هي راقية وزوينة وكتخرج ما شاء الله الكونتيتي اللي هي كثيرة. ها انتوما دابا أنا ما بلاتي عاد نقاد لكم كلشي في البلاطو وداك الشيء. المهم كنت مشيت سكت اريج، المهم كيف ما قلت لكم حيت ما بقاوليش هادو الكويرطات، دونك غادي نمشي نجيب الكويرطات ونرصيهم كاملين ونصفهم في لي بلاطو، وداك الساعات نتشارك معكم. هنا كيف ما كتشوفوا كتجي الساقيه هي هذه، راني صوبتها على هذا الشكل هذا، وهذه باش تجي شويه مختلفه عليها درت لها هذا كونكاسي مع نستلي اللي كيكون كاراميليزي ومع شويه د الناباج باش يبقى دائما عطي داك اللمعه، وخليته كي بحال هذا الشكل هذا اللي كنت هو فنتو في الزنجلان بالحق الزنجلان الاحمر ماشي البيض. وهذا كيف ما كتشوفوا حتى هو درت له الناباج والكليكوز وداك لي فروي كونفي قسمتها على جوج ودرتها باش يبقى حتى هو عطي كي قلت لكم هاد اللمعه. وفي نفس الوقت حتى هذا كيف ما كتشوفوا حاولت انني ندير له هنايا نص ديال القرقاعه هكذا باش يعطيو واحد الديكوراسيون مزيون. وهذا خليته هكذا سامبل، نورمالمون حتى هذا لو كان من الاحسن انه يتدهن له غير هادو بالناباج، عرفتي غيعطي حتى هو نظره واعره، ولكن عرفت خفت نمشي نقيس داك السكر كلاصي ويبهات لي لا كولور ديالو. وهنايا كيف ما كتشوفوا هذا اللي كيكون فنده في هذاك النوا ايفيلي اولا اللوز ايفيلي،
خديت هكا الوريقات ديال الورد ودرتهم هكذا من الفوق. دونك هادو هما كاملين ما شاء الله جاو زوينين وخرجوا الكونتيتي ما شاء الله. ومهم انا من بعد ما غنرصيهم ونقادهم اكيد غادي نشاركهم معاكم. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أصلت عليك.